<applause> الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول 算了。 الله اكبر الله اكبر لا the

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <سؤال> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا <applause> كنت في الخطبات الماضيه اتحدث عن بعثات ابي بكر رضي الله عنه والان سابين بعض تفاصيلها لكي يظهر مدى شده الاوضاع في ذلك الوقت وكنت ذكرت أنه بعث إحدى عشر بعثة وتفصيل أولها هو أنها كانت للقضاء على المرتدين المحاربين والمتنبئين مثل طليحة بن خويلد ومالك بن نويرة وسجاع بنت الحارثة ومسيلمة الكذاب وغيرهم عقد أبو بكر رضي الله عنه لواء لخالد بن الوليد وأمره بمواجهة طليحة بن خويلد فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقابله أي إن أصر على القتال. والبطاح هو اسم ينبوع في منطقة بني الأسد. وفي رواية جعل أبو بكر رضي الله عنه ثابت بن قيس على الأنصار وأمره إلى خالد بن الوليد وأمر خالدا أن يصمد لطليحة وعيينة بن حصن وهما على بزاخه ماء من مياه بني اسد لما عقد ابو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد على قتال اهل الرده قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله واخو العشيره خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد إلى طليحة وعيينة فأقدم تعارف هذين المعارضين أيضا. كان طليحه الاسدي من المتنبئين الذي ظهر في اخر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه طليحه بن خويلد بن نوفل بن نضله الاسدي ولقد قدم مع وفد قومه اسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنه تسع للهجره فسلموا عليه وقالوا له ممتنين جئناك نشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله ولم تبعث الينا ونحن لمن وراءنا ولما عادوا ارتد طليحه وتنبا وعسكر في سميراء وهي منطقه سميت باسم شخص من قوم عاد وتقع على بعد منزل من المدينه نحو مكه وحولها جبال سود وبسبب هذا سميت بهذا الاسم واتبعه العوام واول سبب لضلال الناس هو انه كان مع بعض قومه في سفر فاعوزهم الماء وغلب العطش على الناس فقال اركبوا اعلالا اي اسم فرسه واضربوا اميالا تجدوا بلالا ففعلوا فوجدوا الماء فكان ذلك سبب وقوع الاعراب في الفتنه لعله كان يعلم سلفا ان هناك ماء فارسل الناس اليه بذكاء مما اوقع الاعراب الجهله في الفتنه ومن خزعبلاته انه رفع السجود من الصلاه وكان يزعم ان الوحي ياتيه من السماء وكان يقدم أسجاعا له مدعيا أنها وحي. ويتبين من التاريخ أن الكهنة في زمن الجاهلية كانوا يصنعون عبارات مسجعة ومقفاة ويسردونها على الناس ليرعبوهم. وكان طليحة أيضا كاهنا فغرته نفسه، واشتد أمره وقويت شوكته فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بعث ضرار بن الأزور الأسدي لمقاتلته ولكن ضرارا لم يكن له به قبل وذلك لتعاظم قوته مع الزمن ولا سيما بعد أن آمن به الحليفان اسد وغطفان وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحسم امر طليحه وتولى الخلافه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعقد الالويه للجيوش وعين الامراء للقضاء على المرتدين فوجه الى طليحه الاسدي جيشا بقياده خالد بن الوليد ما كان هؤلاء مرتدين او متنبئين فقط بل كانوا ايضا يحاربون المسلمين ويسعون لايذائهم واما عيينه بن حصن فقد ورد عنه انه قاد بني فزاره في غزوه الاحزاب وفي الغزوه نفسها اراد ثلاثه جيوش برفقه بني قريظه شن الهجوم على المدينه فكان احد هذه الجيوش جيش عيينه وبعد هزيمه الكفار في غزوه الاحزاب قصد الهجوم على المدينه مره اخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه لمواجهته واضطره للهزيمه وهي تسمى غزوه ذي قرد واسلم عيينه بن حصن قبل فتح مكه وشهد الفتح مسلما وشهد حنيدا او الطائفه ايضا وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريه في خمسين رجلا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا انصاري الى بني تميم وسبب هذه السريه ان بني تميم منعوا عامل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات ثم في عهد الصديق رضي الله عنه حين ارتدت العرب وقع عيينة ايضا في فتنة الارتداد ومال الى طليحة وبايعه ثم عاد الى الاسلام فيما بعد كان هؤلاء الناس يحاربون ضد الاسلام ثم اسلموا ثم حاربوا ضده ثم ورد انه لما ارزت عبس وذبيان ولفها الى البزاخة، ارسل طليحة الى جديلة والغوث، وهما فرعان من بني طيء، ان ينضموا اليه، فتعجل اليه اناس من الحيين، وامروا قومهم باللحاق بهم، فقدموا على طليحة. وبعث ابو بكر عديا قبل توجيه خالد من ذي القصة الى قومه. أي بني طي وقال أدركهم لا يوكلوا فخرج إليهم فقتلهم في الذروة والغارب والذروة بلد في منطقة غطفان وقيل إنه اسم ينبوع بني عوف في بني مرة وخرج خالد في أثاره وأمره أبو بكر أن يبدأ بطيء على الأكناف ثم يكون وجهه الى البزاحة ثم يثلث بالبطاح ولا يريم اذا فرغ من قوم حتى يتحدث اليه وينال احكاما جديده. واظهر ابو بكر انه خارج الى خيبر ومنصب عليه منها فذاع هذا الخبر بين الناس حتى يلاقي خالدا بالاكناف. اكناف جبل سلمى. ويتبين من رواية أخرى أن أبا بكر رضي الله عنه قام بهذه الخطة ليرعب العدو نتيجة تلقيه هذا الخبر مع أنه كان رضي الله عنه قد أرسل الجيش كله مع خالد. خرج خالد فزوار عن البزاحة وجنح إلى أجا. البزاحة وأجا جبلان يقعان شمالي سميراء. وقيل إن أجا جبل بني طئ وأظهر خالد أنه متوجه إلى خيبر ومن هنالك سوف يعيد الكرة فبسبب هذه الخطة بقي بنو طيء في مكانهم وامتنعوا من الذهاب إلى طليحة وقدم عدي إلى بني طيء ودعاهم إلى الإسلام فقالوا لا نتابع أبا الفصيل كانوا يقصدون به ابا بكر رضي الله عنه والفصيل هو ما فصل عن اللبن من اولاد البقر والفصيل ولد الناقه اذا فصل عن امه ابدا لذا كان بعض الناس يطلقون على ابي بكر رضي الله عنه ابو الفصيل استحقارا واهانه له فقال لقد اتاكم قوم ليبيحن حريمكم ولا تكنننه بالفحل الاكبر اي ستذكرون ابا بكر حين ذاك بانه الفحل الاكبر انكم تذكرونه الان بابي الفصيل استحقارا واستخفافا له ولكن سياتي وقت حين تضطرون لذكره بكنيه الفحل الاكبر فقال بنو طي بسماع ذلك: فاستقبل الجيش فنهنه عنا حتى نستخرج من لحق بالبزاحة منا، فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يده قتلهم الله أو ارتهنهم. كان معروفا عنه أنه لا يترك أعداءه أحياء، فقال الناس من بني عدي أيضا: بأن أفراد قبيلتنا موجودون هنالك، فلو رجعنا أو علم أننا سنسلم فسيقتل أهل قبيلتنا. فاستقبل عدي خالدًا وهو بالسنج، فقال: يا خالد، أمسك عني ثلاثًا يجتمع لك 500 مقاتل، تضرب بهم عدوك خير من أن تعجلهم إلى النار وتشاغل بهم. اي سينضم اليك اناس من قبيله طي ويحاربون عدوك ففعل وعاد عدي اليهم وقد راسلوا اخوانهم فاتوهم من بزاحه كالمدد اي ارسل اناس من القبيله الى اصحابهم ان يعودوا فورا لان المسلمين عازمون على غزو قبيله طي قبل شن الهجوم على جيش طلحه لذا فليعودوا ويتصدوا للهجوم فعادوا الى قومهم كالمدد ولولا ذلك لم يتركهم طليحه واصحابه على قيد الحياه. فعاد عدي الى خالد واخبره بدخول قبيلته الاسلام مجددا. يقول احد المؤرخين بان من اعمال بني عدي الجباره دعوتهم قومهم للالتحاق بجيش المسلمين. وإن التحاق بني طي بجيش خالد كان أول هزيمة مني بها العدو، لأن قبيلة طي كانت تعد أقوى القبائل في الجزيرة العربية. وكانت القبائل الأخرى معترفة بأهميتها وبقوتها وطاقتها فتهابها كان بنو طي حائزين على الاحترام والغلبة في محيطهم وكانت القبائل المجاورة تسعى للتحالف معهم من هنا ارتحل خالد نحو الأنصر وهو ينبوع بني طي وكانت محاطة بالسكان يريد جديلة فقال له عدي: إن طيئا كالطائر، وإن جديلة أحد جناحي طيء، فأجلني أياما فلعل الله أن ينقذ جديلة من الضلال، أي يعود إلى الإصلاح بغير القتال، كما أنقذ الغوث وهو فرع من قبيلة طيء. ففعل خالد ذلك فأتاهم عدي وظل يتفاوض معهم حتى تابعوه فجاء إلى خالد بخبر إسلامهم ولحق بالمسلمين منهم الفراكب وبعد إسلام بني طي ذهب خالد إلى طليحة الأسدي فلما قرب خالد بن الوليد من القوم، وبعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم أمامه ليأتيا بأخبار العدو. فحين اقتربا منهم خرج طليحة وأخوه سلمة طليعة لمن وراءهم. فالتقيا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فلم يلبث سلامة إلا أن قتل ثابتا فلما رأى طليحة أن أخاه قد فرغ من خصمه صرخ وقال يا سلمة أعني على الرجل فانه قاتلي فاكتنفا عكاشه حتى قتلاه ورجعا الى من وراءهما وفي روايه لما بعث خالد بن الوليد بين يديه عكاشه وثابته طليعه لاستطلاع اخبار العدو فتلقاهما حبال ابن اخي طليحه فقتلاه لا نعرف مدى صدق هذا الخبر ما إذا كان ابن أخي طليحة قد قتل لأنه كان قد استعد للقتال معهما أم بدونه وذلك على فرض صحة هذه الرواية لأن عكاشة وثابت كان قد ذهبا لاستطلاع الأخبار لا للقتال فلما بلغ خبره طليحة خرج هو وأخوه سلمة وحمل طليحة على عكاشة فقتله وقتل سلمة ثابتا ثم رجع إلى مكانهما وأقبل خالد بالناس حتى مروا بثابت قتيلا فلم يفطنوا له حتى وطئته المطية بأخفافها فكبر ذلك على المسلمين ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن محصن صريعا فجزع لذلك المسلمون وقالوا قتل سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم فأعد خالد جنوده للقتال ورتبهم ثم انصرف نحو طي وفي رواية عن عدي بن حاتم قال بعثت إلى خالد بن الوليد أَنْسِرْ إلي فأقم عندي أياما حتى أبعث إلى قبائل طيء فأجمع لك منهم أكثر ممن معك ثم أصحبك إلى عدوك قال فسار إلي وفي رواية أن, أن خالدا جاء حتى نزل على أرك في مدينة سلمى ولكن ورد في رواية أخرى أنه نزل بأجأ. ومن هنا عبأ خالد جيشه لحربه مع طليحة ثم سار حتى التقيا على بزاخة فلما بدأ الناس القتال قاتل عيينة من جانب طليحة في سبعمائة من بني فزارة قتالا شديدا، أي اتحد عيينة مع طليحة فقاتلا ضد المسلمين، وطليحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر، حيث نصب نفسه نبيا وجلس في خيمته يتنبأ لهم. حيث كان يامرهم بالقتال اما هو فسيخبرهم عن نتائج الحرب جالسا هناك والناس يقتتلون فلما هزت عيينه الحرب وضرس القتال كر على طليحه فقال هل جاءك جبريل بعد اي قال له باننا نواجه حربا ضروسا وكنت تقول انك تتلقى وحيا وان جبريل سيخبرك عما سيحدث فاخبرنا الان عن النتيجه وهل جاءك جبريل ام لا؟ قال: لا فرجع عيينة فقاتل حتى اذا ضرس القتال وهزته الحرب كر على طليحه فقال: لا ابا لك. اجاءك جبريل بعد؟ قال: لا والله. قال: يقول عيينه حلفا حتى متى قد والله بلغ منا قال ثم رجع فقاتل حتى اذا بلغ كر عليه فقال هل جاءك جبريل بعد قال نعم قال فماذا قال لك قال قال لي ان لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه قال يقول عيينه اظن ان قد علم الله انه سيكون حديثا لن تنساه فجاء عيينه الى قومه فقال يا بني فزاره انصرفوا فهذا والله كذاب فانصرفوا عن القتال وانهزم الناس فغشوا طليحه يقولون ماذا تامرنا وقد كان اعد طليحه فرسه عنده وهيأ بعيرا لامراته النوار، فقام فوثب على فرسه وحمل امراته ثم نجا بها، وقال: من استطاع منكم ان يفعل مثل ما فعلت وينجو باهله فليفعل، اي امرهم ان يهربوا من ميدان الحرب، ثم سلك الحوشية حتى لحق بالشام وانفض جمعه. وقتل الله منهم من قتل. وفي رواية مضى طليحة هاربا من ميدان الحرب حتى نزل كلب على النقع فأسلم، والنقع موضع في ضواحي الطائف قرب مكة. وقيل أنه لم يزل مقيما في كلب حتى مات أبو بكر، وبنو عامر قريبا منهم على قادتهم وسادتهم. وتلك القبائل من سليم وهوازان على تلك الحال فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع أقبل أولئك يقولون ندخل فيما خرجنا منه أي جاءوا ودخلوا الإسلام بأنفسهم ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا وورد في رواية تاريخ الطبري اقبلت بنو عامر بعد هزيمه اهل بزاخه يقولون ندخل في دين الله الذي خرجنا منه فبايعهم خالد على ما بايع عليه اهل البزاخه من اسد وغطفان وطيء قبلهم واعطوه بايديهم على الاسلام وكانت كلمات بيعتهم كالتالي يؤخذ منكم عهد الله تعالى أنكم لا تؤمنن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقيمن الصلاة ولا تؤتن الزكاة وتبايعن على هذا من طرف أبنائكم ونسائكم أيضا، فكانوا يقولون: نعم. ولم يقبل خالد من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوازان ولا سليمة ولا طيئة إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا واعتدوا على أهل الإسلام في حال ردتهم فأتوه بهم لقد أخذ خالد منهم البيعة بشرط أن يسلموا إليه أولئك الذين أضروا بالمسلمين وقتلوهم وأحرقوا بيوتهم وأحرقوهم ومثلوا بهم فقال لهم إنه يجب أن يسلم له جميع المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم وبعدها سيقبل بيعتهم وقال إنه لن يقبل بيعتهم دون ذلك أي يجب أن يقدم له جميع المجرمين أولاً فسلمتهم تلك القبائل لسيدنا خالد فقبل منهم بيعتهم ومثل بالذين اعتدوا على المسلمين فاحرقهم بالنيران على كل حال قد عوقبوا بمثل ما ارتكبوا من المظالم على المسلمين كما بينت في الخطبه الماضيه لقد كتب سيدنا خالد رساله الى سيدنا ابي بكر رضي الله عنه حيث اوثق سيدنا خالد بن الوليد قره بن هبيره وعددا من اصحابه بالحبال ثم بعث بقره وغيره من الاساره الى سيدنا ابي بكر وكتب اليه ان بني عامر اقبلت بعد اعراض ودخلت في الاسلام بعد تربص واني لم اقبل من احد قاتلني او سالمني شيئا حتى يجيئوني بمن تعدى على المسلمين فقتلتهم كل قتله وبعثت اليك بقره واصحابه فارسل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ايضا رساله الى سيدنا خالد وهي عن نافع قال <applause> كتب أبو بكر إلى خالد ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا، واتق الله في أمرك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جد في امر الله ولا تلن ولا تظفرن باحد قتل المسلمين الا قتلته ونكلت به غيره ومن احببت ممن حاد الله او ضاده ممن ترى ان في ذلك صلاحا فاقتله فاقام على البزاخه شهرا يصعد عنها ويصوب ويرجع اليها في طلب اولئك وياسرهم فعاقبهم اشد العقاب بتوجيه سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن وصول قره بن هبيره وعيينه بن حصن اسيرين الى المدينه قد ورد في تاريخ الطبري لما فرغ خالد من امر بني عامر وبيعتهم على ما بايعهم عليه اوثق عيينه بن حصن وقره بن هبيره فبعث بهما الى ابي بكر فلما قدما عليه قال له قره يا خليفه رسول الله اني قد كنت مسلما ولي من ذلك على اسلامي عند عمرو بن العاص شهاده قد مر بي فاكرمته وقربته ومنعته فدعا ابو بكر عمرو بن العاص فقال ما تعلم من امر هذا فقص عليه الخبر حتى انتهى الى ما قال له من امر الصدقه قال له قره حسبك رحمك الله قال لا والله حتى ابلغه كل ما قلت فبلغه كان قرة قد قال سابقا عن الزكاة أنها إذا ألغيت ولا تطلب منهم فسوف يسمع العرب، فقال له عمرو: كأنك كفرت. فقال له قرة: إذا ينبغي أن يحدد لهم موعد لطلب الزكاة، فيقررون بالتشاور هل يدفعونها أم لا. فتجاوز عنه أبو بكر بعد سماع كلامه وحقن دمه. اما عيينه بن حصن فقد جاء الى المدينه ويداه مجموعتان الى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينه بالجريد يقولون اي عدو الله اكفرت بعد ايمانك فيقول والله ما كنت امنت بالله قط فتجاوز عنه ابو بكر وحقن له دمه وكتب مؤلف اخر ان عيينه جيء به الى خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فعفى عنه عفوا لم يكن يتوقعه فقد امر بحل يديه ثم طلب منه التوبه فاعلن انه يتوب توبه نصوحا واعتذر معترفا باخطائه واسلم وحسن اسلامه. لقد اسلم مدعي النبوه الكاذب والمتمرد طليحه الاسدي ايضا، فقد ورد عنه ان ما دفعه الى الاسلام انه حين بلغه ان اسدا وغطفان وعامر قد اسلموا اسلم هو الاخر، ثم خرج نحو مكه معتمرا في اماره ابي بكر ومر بجنبات المدينه فقيل لابي بكر هذا طليحه فقال ما اصنع به خلوا عنه فقد هداه الله للاسلام ومضى طليحه نحو مكه فقضى عمرته ثم اتى عمر للبيعه حين استخلف فقال له عمر انت قاتل عكاشه وثابت والله لا احبك ابدا فقال يا امير المؤمنين ما تهم من رجلين اكرمهما الله بيدي اذ استشهدا ولم يهني بايديهما اي لم اواجه الهوان بالموت اثر هجومهما والا لدخلت جهنم لكنني انال اليوم فضل الله باسلامي فبايعه عمر ثم قال له يا خداع ما بقي من كهانتك قال نفخه او نفختان بالكير ثم رجع الى دار قومه فاقام بها حتى خرج الى العراق واحرز انجازات رائعه في الحروب ضد الفرس فقد شارك بعد اسلامه في حروب العراق واحسن القتال ثم استشهد في معركه نهاوند في عام واحد وعشرين من الهجره مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه الى منطقه اسمها ظفر لمواجهه ام زمل سلمى بنت ام قرفه اسم ام زمل هو سلمى بنت مالك بن حذيفه وكانت تشبه أمها أم قرفة بنت ربيعة في عزها ومنعتها، وكان عندها جمل أم قرفة أيضا، وأما أم قرفة فاسمها فاطمة بنت ربيعة، وكانت سيدة بني فزارة وهي التي جرى فيها المثل امنع من ام قرفه لانها كانت يعلق في بيتها خمسون سيفا لخمسين فارسا جاهزين للقتال كل حين وكانوا كلهم اولادها واحفادها كان لها ابن اسمه قرفه فكنيت بام قرفه اما اسمها فهو فاطمه بنت ربيعه وكان دارها في ناحيه من وادي القرى التي تقع على مسافه سبع ليال من المدينه المنوره ووقعت سريه ام قرفه في العام السادس الهجري وكان احد اسباب قتل ام قرفه انها تامرت للهجوم على المدينه واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وكتب احد المؤرخين انها اعدت كتيبه مؤلفه من ثلاثين مقاتل من ابنائها واحفادها وامرتهم بشن الهجوم على المدينه المنوره وقتل النبي صلى الله عليه وسلم مما دفع المسلمين لقتل هذه المراه المثيره للفتن وكان السبب الثاني لقتلها ان خرج زيد بن حارثه رضي الله عنه في تجاره الى الشام ومعه بضائع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بوادي القرى لقيه اناس من بني فزاره من بني بدر فضربوه وضربوا اصحابه واخذوا ما كان معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر فبعث صلى الله عليه وسلم معه جيشا لمعاقبه هؤلاء اللصوص اما قصه ام زمل سلمى بنت ام قرفه فهي ان فلول غطفان وطي وسليم وهوازان اي ان الفارين الذين هزموا على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه في بزاخه اجتمعوا الى ام زمل سلمى بنت مالك في مكان يدعى ظفر بالقرب من الحواب ووعدوها بالثبات معها في القتال حتى الموت وظفر منزل ما بين البصره والمدينه بالقرب من الحواب وهما بئران على الطريق ما بين البصره والمدينه فعيرتهم بالهزيمه وامرتهم بالقتال ثم صعدت سائره في القبائل تدعوهم الى حرب خالد حتى اجتمعوا لها وتشجعوا على ذلك فكانت هي محرضه على قتال المسلمين وتاشب اليها الشرداء من كل جانب وكانت ام زمل قد سبيت ايام ام قرفه فوقعت لعائشه فاعتقتها فكانت عندها زمنا يسيرا ثم رجعت الى قومها وارتدت هناك ولما بلغ خالدا رضي الله عنه امرها وهو فيما هو فيه من أسر المجرمين، وأخذ الصدقة، ودعاء الناس، وتسكينهم، سار لمواجهة أم زمل، وقد استكثف أمرها، وغلظ شأنها، فتقدم لقتالها وأصحابها، فاقتتلوا قتالا شديدا، وكانت أم زمل، سلمى، واقفة على جمل أمها، وفي مثل عزها. وكان القتال شديدا ولم تزل أم زمل تخطب صاعدة على الجمل وتحمس جنودها على القتال وقاتل المرتدون باستماتة وكان حول جملها مئة من الأبطال المغاوير على الجمال يحمونها مقاتلين بمنتهى البسالة بذل فرسان المسلمين كل طاقتهم للوصول إلى جملها ولكن حماتها دفعوهم عنها في كل مرة ولم يخلص المسلمون إلى جملها إلا بعد قتل مئة مقاتل فعقروه وقتلوها ولما رأى أصحابها أنها قتلت وسقطت من جملها فقدوا الهمة ولاذوا بالفرار من ساحة القتال في فوضى وهكذا خمدت نار هذه الفتنة وقضي على هذه الردة والتمرد في شمال شرق الجزيرة العربية وبعث خالد ببشر النصر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لا يزال هذا الحديث عن سيدنا أبي بكر جارياً وسوف أتناوله لاحقاً إن شاء الله وأرى الكفاية فيما ذكرته منه. أما الآن فسأذكر اثنتين من السيدات المتوفيات وسوف أصلي عليهما الجنازة بعد صلاة الجمعة. والأولى هي للمرحومة صابرة بيغم، زوجة رفيق أحمد بط من سيالكوت، حيث توفيت إلى رحمة الله قبل أيام، إن لله وإنا إليه راجعون، كانت منخرطة في نظام الوصية. كتب ابنها: "كانت أمي ملتزمة بأداء الصلوات الخمس بل بصلاة التهجد". وكانت مضيافه مواسيه للفقراء صالحه طيبه الفطره شديده الولاء والمحبه مع الخليفه كانت تستمع لخطب الجمعه بانتظام وتحترم الواقفين لحياتهم لخدمه الدين احتراما كبيرا ان ابنها السيد نسيم بط يعمل داعيه للجماعه في كايونا بنيجيريا ولم يستطع حضور جنازتها ودفنها لانشغاله بالدعوه بعيدا ومن اجل ذلك اصلي جنازتها ان جميع افراد عائله المرحومه زوجها واولادها الاخرين واحفادها كلهم سباقون في خدمه الجماعه والذكر الثاني هو للمرحومه ثريا رشيد زوجة السيد رشيد احمد باجو حيث وافتها المنيه في عشرين من ابريل في كندا انا لله وانا اليه راجعون كانت سيده صالحه تقيه كثيره الدعاء مواسيه للفقراء مضيافه وحسنه المعشر لقد وفقها الله تعالى لخدمة الجماعة بصفتها رئيسة للجنة إماء الله في حيها، كما وفقها الله تعالى توفيقًا كبيرًا لتعليم القرآن الكريم للصغار، باعت كل شيء لها في قريتها، واستوطنت في ربوة من أجل تعليم وتربية أولادها، كانت موصية واحد ابنائها السيد سفير احمد يعمل داعيه في ربوه ولكنه لم يستطع حضور جنازتها واحدى بناتها ايضا متزوجة من أحد الدعاة. تغمد الله المرحومتين بواسع مغفرته ورحمته، ووفق أولادهما ونسلهما بالحفاظ على حسناتهما ومحاسنها. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هَذِيَ له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر